السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله اوقاتكم. اهلا وسهلا بالجميع في لعبة جديدة. اليوم راح نلعب لعبة تحت اسم مينور لوردز. المينور يعني قصر يا شباب، اللوردز اللي هو الملوك او الاسياد، يعني راح نمتلك او نملك ارض وراح نبني هذه الارض يا شباب، وراح نكون الحاكمين. راح اكون خويكم في الله الحاكم في امره، وراح نستمتع ان شاء الله مع اللعبة هذه. لعبة سيرفايفل، لعبة بناء. وطبعا والله صراحة ما أعرف عن اللعبة هذه أي شيء، وصراحة هي اللعبة من اقتراح من أحد المتابعين الأعزاء، قال لي إيش رأيك تلعب مينور لوردز، لعبة جديدة ولعب عليها هايب جديد، يعني هايب مرة قوي، يعني الناس كلها تتكلم عن اللعبة هذه، راح تكون لعبة حلوة. فقريت عن اللعبة هذه، ولعبة من مطور واحد يا شباب، وصراحة المطور هذا يعني فعلا أفنى وقته كله لتطوير هذه اللعبة، وقالوا أنه فعلا أبدع على حسب طبعا الريفيوز. الناس كلها تمدح اللعبة هذه صراحة، انه اللعبة هذه صراحة تحمل اشياء جدا في المستقبل، راح تكون اجمل واجمل، خصوصا انه اللعبة ما زالت تحت This game is still in development، يعني لسه تحت التطوير، يعني اللعبة ما هي بالكامل، ما هي كاملة. فراح نلعب اللعبة هذه وراح نشوف مع بعض ونبني مملكتنا يا شباب. طبعا انا لسه ما في لود جيم، ما لعبت. طبعا هنا السيتنج، والله ما ادري عن ايش السيتنج، نشوف اذا كان في لغة. طبعا راح يكون بوردليس، اخليه احسن بدل فول سكرين. ريزولوشن طبعا لانه حسب المونيتور يا شباب راح يكون عندي 2K. الصراحه الاعدادات طبعا راح اركز على الكواليتي، برفورمانس ما اعتقد انه فيها قتالات عشان اركز عليها. اوكي، يبدو لي اني بخلي كل شيء زي ما هو، هو حاط لي كل شيء على الالترا. نجرب اذا كان في مشكله نرجع بعدين نعدل. عموما راح نبدا في الجيم. اوكي، هنا يقول اختار، اعتقد انه لازم اختار شخصية. اوكي، اوه حتى الباك جراوند واشياء، والله حركات حلوة والله. هذه الاشياء الشعارات طبعا اللي اختارها، البريميري والاشياء هذه. والله صراحة جميل. طيب الباك جراوند، هذه الصورة اعتقد هي اللي تظل عندك هنا. اوكي نايس، صراحة الميوزك حماسي، أنا شكله ده عجبني كده، أحسه كده هيبة. أوكي مخلي هذا. أوكي طيب يا شباب، نشوف هذا الأقرب وخليته سيف. ناقصنا بس نكتب هنا لا إله إلا الله ونبدأ بعلم السعودية. يلا أوكي ليتس جو كونتينيو. أوكي هنا أو تمبلت ديفيكولتي، هذه الصعوبة يا شباب راح نختارها. طيب ريلاكسينج، أوكي ديفولت وتشالنجينج، اشياء متحديه، راح اخليها ديفولت احسن. روماني والله لسه يا شباب، هذه اول مره العب صراحه، فلازم اول حاجه اتعلم اللعبه عشان بس بخليها احسن ديفولت، لانه دائما الالعاب اللي تكون مره سهله تقتل عليك المتعه صراحه، فلازم يكون فيها ليربت تشالنجينج، يعني شيء بسيط يعني تشالنجينج. طيب اوكي، هذا وش Promise two territories in north claimed by illegitimate bandit camps. Oh, هنا حماس والله. Shall exam your challenge. Okay. Oh, هنا أعتقد إنه okay. هذه طيب وش؟ هذا راح يكون fulfilled or recommended of citizens your medieval town as you see fit without worrying about. يعني هذه بس فقط للبناء وتبني دولتك بدون اي مشاكل، ما راح يكون فيها اي تحدي، لكن هذه راح يكون انت بين مقاطعتين متنازعه على حاجه وانت راح تحكم بينهم، يعني راح تكون الوسط، غير كذا فيها قطاع طرق. خلينا نشوف هذه. Go your city and rise force as quickly as you can the lands. او هنا لازم ابني قد ما اقدر مملكتي بسرعه، يعني are bestrid by raiders and undefended settlement will quickly. هنا راح يكون الوضع مره على الايدج، يعني راح يكون راح يكون الوضع هنا خطير، يعني لازم انك تلعب، وحتى كاتبين on the edge يعني على الحافه، يعني في اي لحظه ممكن يهاجموك ناس، يعني اي واحد سبقك طبعا، وغالبا راح تلعب ضد الاي اي، يعني راح تلعب ضد البوتات. وانا صراحه ما لسه يعني، لانه ممكن ما العبها كثير يعني، لكن لو اني مثلا اي احد متفرغ تماما، يعني في ناس والله يلعبوا بالساعات، فممكن يلعب يختار هذه يعني، وعلى طول يكون مركز في بناء الدوله، والدوله طبعا تحتاج اشياء كثيره عشان تبنيها، لازم تحفظ
الأمن، ولازم يكون عندك جيش قوي جدا، والآخر طبعا راح نختار هذه يا شباب الوسط. وليتس جو بيجن، نبدأ اللعبة ويلا بسم الله على بركة الله. صراحة الجرافيكس جميل، الصور حلوة، الباك جراوند ميوزك صراحة مرة مرة يعني كده ترجعك لحقبة جميلة طبعا للأفلام الهيستوريك تبع أوروبا والأشياء هذه جميلة. أنا أحب الأفلام الهيستوريك صراحة. أوهو أوكي السلام، هذا وش يقولك؟ نيو مسج، رسالة جديدة. وش يقول؟ build up your town your manor and when ready brisk claims war region owned by your proper. Oh, once claim has been processed. طيب اوكي okay. I will unit these lands under my rule. ايوه راح احكم هذه الارض تحت حكمتي. طيب هنا in manor lords families need food and fuel. يعني الفود اللي هو طبعا اكيد عارفين يا شباب اللي هو الاكل، يحتاجون الاكل طبعا. شايفين هنا الان الوضع مره بسيط. طبعا انا الان احكم هذه الدوله الدويله الصغيره. طبعا نحتاج الى فود ونحتاج الى فيول. فيول اللي هو اللي هو طبعا الحطب والاشياء هذا، اكيد يعني اماكن راح تكون بارده جدا. اوه تقرب والله، ايوه والله خرافيه. اوكي سبلايز ان ذا ريجن بانل ابوف شوز هاو ماتش يو هاف جات ليفت. هذا السبلايز طبعا، وين السبلايز؟ هنا. اوه عندي هنا الحطب طبعا اللي هو الوقود يا شباب، او الاشياء اللي تدفي الاكل. الاكل عندي والله صراحة كفكرة عبقرية والله. انا لي فترة والله ما العب هذه الالعاب يا جماعة. انا اول لعبة لعبتها لعبة زي كذا اللي هو ترافيان اذا تذكرونه، اعتقد في 2007 8 9 لعبتها وكنت مدمنها بشكل مو طبيعي، كان اجلس عليها بالساعات. طبعا التحريك راح يكون بالفارة بطريقة جدا جميلة صراحة. طبعا هذه دولتي الدويلة حقي لسه زي ما اتفقنا، هذول هم شغالين هنا، خلينا نشوفهم. اوكي قرت خلاص فهمنا. اوه متكين والله هنا. اوكي اقدر اقرب اكثر. اوه اقدر والله، نايس والله. العوب صراحة صراحة شيء خرافي والله يا شباب. يعني طيب يقول لك ان almost care the resource in manor lords you have to be physically moved. It can be a moment so feel free to change the game speed if you feel like it. Game speed control. اوكي okay. يعني اقدر اغير السرعه واقدر هذه الاشياء كثيره. طيب هذه وش؟ هذه الجيش الارمي، وهذا الكونستراكشن اللي هو العمال البناء، هذه الطرق نايس. هذه اوه هذه مساعده ماب، هذا الخريطة طبعا. اوه هذا مين هذا؟ اوه اوتلو خارجين على القانون، هذول اللي راح يهجموا على مملكتي. سأستعد لكم. لسه انا بادي يعني. اوكي انا حاليا في الساوث في الجنوب. اوكي يقول لك يو كنترول ذس ريجن اللي هو هذه منطقتي باللون الاحمر. اوكي خلينا نمشي. هذا من؟ wild animals. اوه حيوانات. اوكي وين عندنا؟ اوكي clay وعنا طين اللي هو stone اللي هو حجارة. seasonal growing. اوه والله اشياء حلوة، يعني ممكن ابدأ في الزراعة وابدأ في اشياء كثيرة. نايس. يوهوهو طيب every region in manor lords okay weekly be sure resource deposit as well as investment. اوكي يعني لازم اكون سريع، لازم احفظ المؤونه، ولازم انا ما اعرف كيف ابدا، ولكن اوكي احنا هذه زي ما تقولوا حلقه صراحه جديده لسه اول مره صراحه، وما حبيت والله احرق على نفسي وابدا اخذ افكار من اليوتيوبرز اللي هم اللي في طبعا تعرفوا الاجانب ما شاء الله هي لعبتهم اصلا في النهايه، يعني هم عارفين عن اللعبه هذه قبل ما تبدا. بس اخذت الريفيوز عنها، يعني هل اللعبه فعلا تستاهل اني اشتريها؟ طبعا كلفتني 116 ريال ونص عليها التخفيض في الاستيم يا شباب. وليتس دو ات يا شباب. اوكي يقول لك ذيس فيوز شو يو ويتش ريجن ار اندر هوز كنترول. اوكي هذا عرفنا. طيب هنا عندي حيوانات، هنا عندي بناء، يلا خلينا نبدا نروح البناء. اوكي طبعا شوف بعد عينكم يا شباب الان بدا البناء ما شاء الله، نايس والله بناء سريع.
هذا وش يسوي ذا؟ طيب نايس اوكي جاثرينج اوكي. طبعا لازم من الاكل الان لازم ركز على الاكل. اوكي هذا الاكل عندنا هنا. الفود عندي 16 صراحة، عندي بس خبز، فبالتالي لازم نروح نسوي عملية صيد صراحة. اللي انا اعرفه انه في حيوانات هنا يا شباب. هلا والله بالشباب يعطيكم العافية. طبعا صراحة اكملت اكثر من ساعة ونص العب هذه اللعبة صراحة، وفجأة طب علي الشتاء، وصراحة كانت تجيني تحذيرات انه الشتاء قادم، ذا وينتر از كومينج. بكل اسف يعني في شيء ما انتبهت له صراحة. اللعبة هذه لعبة اسطورية والله، لعبة دقيقة ومترابطة، وصراحة اللي او المطور صراحة عبقري جدا، كل شيء مترابط بالملي. حاليا جاني التحذير زي ما انتم شايفين، يعني انا ناقصني الفيول، الفيول اللي هو الوقود، عشان اللي هو طبعا شعبي يكون عنده دفى ولا راح يموت. الان يقول لي شعبك على وشك يتعرض للوفاة بسبب ما عندي فيول. بكل اسف يعني الحمد لله. اولا يعني ابغى اعرفكم على المباني، بديت ابني المستوطنة البسيطة هذه حاليا، الامور مرة تمام. طبعا انا عندي هنا ناس متركزين على الصيد في هذا المكان، طبعا مخلينهم عندهم مخيم. طبعا هذا عددهم 2. اوكي طبعا في اشياء يعني بعض construction finished نايس اوكي في شيء تمام فاير اوكي ستول نايس اوكي. اخيرا جاني الاشعار، وصراحة ما انتبهت صراحة. شباب اللعبة هذه يبغى لها شوية فهم وتعرف الرول تبعها، وبعد كده امورك سليمه. انا جيت هنا طبعا، هذا ينادونه الوود كاتر لودج، هذا المكان اللي يصنع الوقود يا شباب. انت لما لا اوكي خلينا نشوف الان. خلاص خليت الثلاث يشتغلوا، ابا يعبون المكان صراحه، وهذا شغال طبعا. وفي نفس الوقت لازم اوازن، لازم اعمل موازنه. راح نراقب الخشب اللي هو التيمبر. اوه والله نقص معي صراحه. اوكي خلينا نقسم واحد تمام، وخلي واحد شغال على الخشب. اوكي اللي هو اللج حيكون هنا، اللي هو اللاجنج كام. هذا طبعا ما شاء الله ممتلئ عندي هنا. اوكي يعني ما له داعي صراحه. لا انا اشوف انهم اوكي، لا خليه يكمل صراحه، لاني محتاجين والله صراحه. لعبه اسطوريه يا شباب. اولا الله يعطيكم العافيه، عشان تفهموا اللعبه هذه الاوامر زي ما تلاحظوا الان هنا عندكم، هي الاوامر اللي انت تستخدمها في الاشياء. زي عندك الكونستراكشن اللي هو البناء، فانت تفتح طبعا هذه الجاثرينج، او يعني الاشياء اللي تتعمل لها كرافتنج، يعني الاشياء اللي انت جمعتها من الخشب والاشياء هذه، هذه البيوت والاشياء اللي انت تصنع منها. زي كرونيكل كلان انا احتاجه مره كثير، راح نحطه هنا. اوكي هنا لا راح احطه قريب. اوكي راح احطه هنا. اوكي هذا ضروري جدا، هذا اللي يشعل النار يا شباب. انا صراحه تاخرت ما اسويه، كل اسف يعني ما انا عارف يعني كيف نسيت، كنت مهتم بتجمعه الغذاء والاشياء هذه، وكان تنقص الامور في نفس الوقت. المستوطنه هذه اللي انا جالس اسويها الان، او البيوت هذه يا شباب، هذه تاخذ وقت صراحه، يعني مو بالساهل يعني تنبني معك، لانه عدد المواطنين قليل. انا بديت عدد المواطنين كان عندي 8، الآن صايرين 15. كل ما تبني بيوت يجون ناس مشردين، فأنت تقويهم في مستوطنتك أو يصيروا مواطنين يعني يسكنون عندك وخلاص. بس أنتوا عارفين الرولز، أي مواطن عليه واجبات، والواجبات لازم يؤديها طبعا، يكون بناء، يكون حداد، يكون مقاتل. وأنا للآن ما وصلت صراحة إلى الجنود، يعني لسه لازم أتقدم في الرانك. طبعا هذا المنزل يحتوي على أسرة مكونة من 3، وطبعا كلهم فاير وود كاتر اللي هم شغالين هنا في ذا المكان يا شباب. اوكي راح نشوف المنازل ايش شغالين. طيب اوكي ناخذ البيت الثاني. اوكي نروح على بيبل فاير وود كاتر. اوه كلهم سلامات، واحد من هنا واحد من هنا. اوكي طيب اوكي هنا هذول هانتر صيادين. اوكي نجي على هنا نشوف البيبل هنا. اوه ذولا بس مستقرين يعني لسه. اوكي نايس 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 اوكي طيب
يبدو لي اني راح انقص من هذه. اوكي اوكي طبعا في سوق برضو حطيت لهم سوق هنا يبنون السوق هذا لو في هذا المكان. طبعا هنا سوق ماركت بليس طبعا لازم تطلبون الاهالي عشان بعضهم شغال يعني يبغى يبيع يسترزق يعني فانت لازم تسوي لهم سوق عشان يشتغلوا يعني ينتفع بعضهم من بعض فلازم نسوي هذه الاشياء مرناي صراحه. اوكي الان بدا خلاص اللي سحبته طبعا من هناك بدا يشتغل لي على هذا المكان. شوف العلامه هذه الخط الابيض هذا المؤقت زي ما تقولوا يعني مؤقت لين ما يكمل البناء. طبعا هنا هذا الشوركل هذا زي ما تقولوا هو اللي شغل او يولع النار. احنا محتاجينه صراحه محتاجينه خصوصا الشتاء فجاه كذا فاجأني صراحه. طيب خلينا نلقي نظره على الصيد نشوف الاكل المؤونه وين مخيمي هنا. اوكي طبعا والله اختلفت الارض عندي صراحه الارض صارت مختلفه. طيب خلينا نشوف المؤونه يا شباب. المؤونه طبعا انا حاطين 2 يلا اوكي مو مقصرين صراحه. هايتس اوه الوضع اختلف هذا جلد طبعا هايتس جلد عنده يمكن اعتقد انه يبغى يبيعه. ايه هنا اوكي عموما هنا عندي في الاستورج موجود بالاوريدي يعني لحوم وبيض في نفس الوقت يعني اشياء كويسه في نفس الوقت في احد شغال لي هنا اللي هو على التوت البيري. طبعا البيريز للاسف كان يعطيني تحذير من اول والله ما انتبهت اللي هو يقول انه حينكمش خلاص اللي هو هذا هو ريتش ديبوزيت خلاص يعني 76 يعني خلاص اوكي ما يحتاج. اوكي طبعا شباب اللعبه طرحت لها منظور يعني مثلا انت لو تبغى تنزل مثلا اضغط على هذه العين خلاص يصير طبعا يعمل ووك تقدر انت تمشي ويشوف المكان القاعد اللي هو انا طبعا هو دبليو اعتقد انه هذا. اوكي تاخذ نظره طبعا على المستعمر تبعك يعني صراحه فيشر حلو يعني صراحه مره حلو شوفهم شغالين تاكد جميل جميل جدا صراحه تصوير الجرافيكس. طبعا هذا اللاج اللي هو هذا الخشب طبعا سويت لهم بير يا شباب برضو يشربون منه مويه وراح ازيد عدد البير كذلك بس مع الوقت يعني لو كل شيء تبنيه راح يتطلب منك خشب. طبعا هذه البيوت اللي بنيناها طبعا. طيب اوكي خلينا اعطيكم شيء يا شباب هنا يا شباب طبعا نكمل على الكونستراكشن هذا طبعا التنقيب والبحث يعني هذا طبعا الاستون استون كتر هذا عندي وحصلت عليه وهذا طبعا المايننج اللي هو التنقيب عن المنجم وذهب والى اخره. هذا طبعا لما تبني البيوت هذه البيوت هنا المستعمر هذا لازم يتطلب منك انك تبني البيوت عشان يزيدون عدد السكان عندك وكل ما والبيوت طبعا لها ليفل في ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 وكل ما تقدمت في البيوت وصار يعني الاستقرار عالي كل ما يكون الانتاج افضل وتتقدم. اوكي دن الحمد لله خلينا نعين احد الموظفين على ال اوكي اعتقد انه هنا وقفته لحظه اوكي هذا هو صراحه ضروري جدا لازم اعين موظف واحد كفايه اعتقد راح يشتغل على طول. هذه النار هذه اللي تدفيهم صراحه انا تاخرت والله واعطاني تحذير انهم راح يموتوا كويس اني تداركت الوضع. ونصيحة شباب لا تخلوا اللعبة شغالة لأنه ممكن تصير عندك مشكلة. تعالوا أوريكم إيش المشكلة اللي ممكن تصير. عندي هنا مخيم جنبي شوف المخيم مين فيه شوف المخيم يا شباب خلينا نلقى عليهم نظرة. هذول أعداء هذول أوتلو خارجين عن القانون. أنا أتمنى أني أضيفهم عندي في المستوطنة صراحة أو أشتريهم بفلوس. طبعا في امكانيه اعتقد اني اشتريهم بفلوس لكن الى الان ما اعرف صراحه لانه مكتوب هنا awaiting orders منتظرين اوامر فما ادري من مين يعني. هل هم مني ولا من المنافسين لانه في منافسين يا شباب لو نرجع للخريطه الاساسيه شوف هذول المنافسين الاثنين هذول بيني وبينهم دبلوماسي يعني بيني وبينهم دبلوماسيه
الله يسر ان شاء الله ما يعني يخرقوا العهود يعني. فانا لما يجي بقوي جيش يا شباب نجي هنا نضغط هنا وتسوي زايد. طبعا للاسف لسه ما عندي المكونات هذه، المكونات هذه يبغى لها وقت عشان اسويها، فهنا ممكن اشتريها بفلوس لكن ما ابغى ادفع ولا ريالي صراحه. ليش؟ فلازم يعني بعد فتره، انا قريت عنها في طبعا في وصف اللعبه، يبغالك وقت وكلها تبدا من البيوت، لازم من البيوت، لازم ترتقي بالبيوت. اعطيكم فكره الان، شوف البيوت وين البيوت. شوف لما تضغط على البيت هذا على سبيل المثال، شوف يعطيك ليفل 1. في متطلبات يا شباب، شوف المتطلبات هذه. دحين يبغوني ابني تشيرش، تشيرش اللي هي كنيسه. ماركت لازم اسويه اكمله، يعني لسه الماركت ما اكتمل. هذه الاشياء طبعا في عندهم متطلبات، يعني بعدها راح ينتجوا لك ويعطوا لك هذه الاشياء. هذه الاشياء اللي ساعدني على الجيش يعني. طبعا هذه اشياء اوكي. دحين استانسوا الان الحمد لله، اول كان باللون الاحمر والحمد لله حاليا اوكي ريفيلد، يعني الامور طيبه. اوكي اباندت كام والسايت اباندت اللي قطاع طرق يا شباب، قطاع طرق اللي هم هناك اللي وريتكم اياهم قبل شوي. هذا من عارف ايش يبغى، اعتقد انه يبغى وقود. ايه يبغى وقود اوكي. والله لازم ازيد عدد الناس اللي يشتغلوا هنا صراحة. اوكي خلينا خليهم 2. اوه اوكي طيب، لازم انقص عدد لانه في موظفيني كلهم مشغولين. راح نشوف وين مشغولين. هذا طبعا اللي قلت لكم عليه المايننج اللي هو سويتها اوريدي خلاص، ما ادري متى والله راح احتاجها. اوكي خلينا نشوف. حاليا سحبت موظفين وسحبت من البيوت. طبعا اذا مثلا نقص عندك موظفين، كل اللي عليك انك تيجي تضغط هنا، تروح على بيبل اللي هم الناس، وطبعا هم يعطيك انه اوكي انا عندي شغالين اوريدي، وتعمل لهم هنا تضغط ريفريش وراح يعطيهم لاقرب مكان انت طلبت اوريدي فيه. يعني انا هنا طلبت موظف، طبعا تضغط علامه الزائد اساين فاميلي وجاني على طول. يعني بامكاني انا الان يعني اسحب الان موظفين مثلا، يجي هنا على بيبل. اوكي هذا هنا هانتر، هنا جوينج هوم، هذا ويتنج ويتنج. يلا نعمل على هذا. اوكي ري اساين. اوكي شايفين الان جوني 3، شوفت عينكم يا شباب. الان عندي هنا 3 شغالين على هذه الاشياء اللي تولع الوقود يعني. اوكي نايس. انا بس اتاكد من الصيد لانه صراحه الصيد الغذاء جدا مهم، لانه احيانا يقل اللحم بشكل مو طبيعي. غير كذا انه خلاص الان شايفين قل العدد والله. اوكي خلينا نشوف هنا علامه الزايد. اوكي لازم اعين واحد برضو للصيد لانه تعرفوا الشتاء طويل حيكون. اوكي خلينا نشوف هنا ايش يسووا. هذا تشورش اوكي، كريكال بارنر. اوكي هنا البيبل شغالين على برضو نفس الحكايه. اوه كلهم الثلاثه شغالين طبعا على هذا الشيء. هذا البيت لسه صراحه لسه البيت هذا لسه يبغى اقامه، يعني لازم يكون مقيم يعني في البيت. اوكي اقول له بندنج اعطاني هنا، ليش بندنج؟ بندنج. اوكي هذا صياد. طيب ويتنج ما يعطيني. اوكي خلينا نعمل ريفريش، خلينا نتاكد الان ايش صار عليه. اوكي اوكي نايس نايس. اوكي جاي الان يصيد خلاص. هنا هنا باقي، هنا صراحه باقي. طبعا لازم عشان تعرفوا عدد السكان عندكم، انا عندي 15 ساكن الان. كيف تزيد عدد السكان؟ لازم تبني، وانا حاليا ما اقدر ابني حاليا، لازم اسوي سرفايف، لازم يعني اعيش فتره الشتاء هذه لانه صعب الوضع صراحه. شوف حتى هنا ما عندي اقدر اخذ حتى البيري اللي هو التوت. طبعا بشوف نظرة على الحيوانات يا شباب، في والله حيوانات عشان كذا ابغاهم يركزوا على الصيد. هذه طبعا المقطوع اللي انا اقدر اصيد منها الحيوانات. نايس صراحة. اوكي. هذه طبعا المؤونة هنا يا شباب عندكم، طبعا النار الان ازدادت الحمد لله صراحة مرة مرة، كانت زيرو يا شباب الماينس. running out of fuel، شوف التحذير اللي جاني اول. هذا طبعا الاشعارات تجيك هنا. construction fire for. اوكي نايس. طبعا هنا بدات تزداد عندي الفود، يكفيني 4 شهور
الفيول يكفيني 3 شهور، معناته بإذن الله راح نمشي من الشتاء وإحنا مطمنين الحمد لله، الأمور طيبة حاليا. طبعا حكاية الحفظ يا شباب، هذا اللي حفظ بإمكانكم من هنا تروح على السيتينج وتجوا على الكنترول والجيم بلاي عفوا، وتقدروا أنتوا تغيروها. أنا حاطها كل 5 دقائق يعمل لي حفظ عشان لو مثلا صار شيء ولا شيء يعني أقدر أخليها كل 10 دقائق يعمل لي حفظ، لأنه والله اللعبة ترى تسحرك بمعنى الكلمة. بخليها كل 10 دقائق، فجأة كذا تلاقي نفسك أمضيت ساعات طويلة. أنا اليوم لعبت بدري الصباح صراحة، ما كنت فاهم والله يعني، فكان عندي شغل ورحت طلعت وجيت، وكذلك نزلت لعبة عن جراند ورجعت لعبتها مرة ثانية. اللي جلست ألعب ساعة ساعتين، قضيت وقت والله صراحة فيها، لعبة أسطورية والله. في أشياء كثير ماني فاهمها شباب، في أشياء كثيرة يعني. شوف الآن أنا عندي 8 بيوت وهنا 15 عائلة، أوكي نايس صراحة، 5 من النسوة و10 من الرجال. ارتفع الآن عندي الأوردر الجروث، ارتفع عندي 41%، نايس. طبعا عندي هنا اللو أو القانون أو هذا يعني ماشي تمام. عندي فقط حيوان واحد أليف اللي هو طبعا الثور، جالس نستخدمه. طبعا هنا عندك الثور موجود، بعدين إن شاء الله راح نتوسع مستقبلا. كل طبعا مركزين على الوظائف، 5 العوائل كلهم عبارة عن 5 عوائل طبعا، نايس اوكي. والله الامور طيبة صراحة الان، الامور طيبة. طبعا هذه للان ماني فاهمها صراحة يعني، ممكن هذه مع الوقت يعني، وبيعطيك بعدين يعني اشياء مفيدة. لو شوفوا هنا الان الاشعار ايه، هذا used to extract iron، لو iron اللي هو الحديد، iron deposit and clay، clay اللي هو الطين، from clay clay. والله ما عينت احد في الكلي صدقوا. لحظة انا ما ابغى عمالي صراحة او المواطنين حاليا يشتغلوا في هذا البرد القارس، ولكن يبدو انه محتاجين يا شباب، محتاجين. طيب نجي هنا، طبعا هذا هو الكلي هنا في هذا المكان، طبعا حطيت هنا مصنع. ايش يقول؟ resource stolen by nearby bandit. oh my god مين سرقني؟ لا تقول لي. المشكلة ما عندي يا شباب، ما عندي كيف اقدر ادافع. هذه والله صراحة ماني عارف يعني صراحة وش اسوي يعني حاليا. ما اعطاني شعار من وين برضو، هذه مشكلة. لكن سأنتقم ما عليكم، والله لأجيب جيش لأفتري فيكم بعدين إن شاء الله. أنا ودي أعرف وينهم صراحة. طبعا الستون أوكي صار زيرو، شكله هو اللي سرقوه علي. لا هو أصلا ما كان عندي شيء، أو أعتقد أني استنفدته. الكلي هو الوحيد اللي أنا أبغى أشتغل عليه صراحة لأنه ناقصه، فراح أحط له فيول، يبغى فيول يقول. اوكي افترض خلاص انا عندي فيول اوريدي يعني. اوكي راح احط احد الموظفين هنا، ثواني. والله الموضوع يا شباب غريب. طيب هنا حطيت 3 موظفين، راح انقص لانه العدد ما شاء الله كويس. اوكي انا اللي اخشى انه يخلص عليه برضو الاشجار. الأشجار باقي 40، الستون 57، طبعا كلها إشعارات هنا موجودة. أنا أخشى من الشرقات صراحة. هذه الأمور طيبة هنا، 15 واحد شغال، أوكي خلاص في واحد راح هناك كمان تمام. طبعا هذا خوينا اللي رايح أعتقد، لا هذا شغال هنا، خلينا نشوف مين اللي راح هناك. انا بس نقطة الدفاع عن المكان صراحة الى الان ماني عارفها صراحة، وصراحة اقول لكم يعني انا ما استعنت باي شيء يعني، ما دخلت اليوتيوب الى الان، ما قريت، فابغى استمتع باللعبة. طيب اوكي حاليا جاني موظف. طيب اوكي هذا يقول لك فيور ريفيرس، اوكي اعطيته 2.
رح نعطي فرصة، إذا ما اشتغل خلاص بطنش يعني لين ما يطلع الشتاء يعني. طبعا كان الجو جميل يعني صراحة، أول كان عادي. صراحة إلى الآن الآرمي ماني قادر أعين أي آرمي، شوفوا لو اختار هذا برضو ناقص، هذا ناقص، هذا ناقص، وهذا ناقص، وما في أي فائدة يا شباب، ما في أي فائدة للأسف. ما راح أقدر أسوي أي شيء ضد الأعداء نهائيا، لكن هذا كله مع الوقت إن شاء الله، كله مع الوقت. الأعداء هنا متركزين، هنا خيمتهم، هذه خيمة الأعداء، بيعيشوا على حسي والله، والله جيران السوء هذول، كلهم مسلحين ودروع، والله بيروحوا علي. ما أدري هل أقدر صراحة، ما أدري يعني صراحة. دقيقة خليني أشوف إذا في أوامر، صعب الأوامر هنا ما في. أوكي طبعا ممنوع، شايفين معطيني باللون الاحمر، هذا اللي هو طريق، لو تبى تنشئ طريق تضغط على هذه خلاص نكنسل. اوكي عموما هذه قريتنا الان صراحه. اوكي خلينا نطمن على السكان هنا، الامور طيبه، كله ريكومنتس، اهم شيء الووتر عندهم، الامور طيبه. اوكي الووتر موجود، هذا طبعا لسه، هذا اخر منزل بنيته صراحة. اوكي هذا الامور طيبة تمام. صراحة اللعبة اسطورية، واشكر اشكر شكر جزيل اللي اقترح عليه هذه اللعبة، اشكرك والله صراحة، راح احط اسمك موجود ان شاء الله في المونتاج يعني صراحة. شكرا شكرا لك، لعبة اسطورية، لعبة فعلا انا عاشق النوع الالعاب هذه بالضبط. طبعا زي ما تلاحظوا هنا الاستوريج تبع فول صراحة، هنا في ذا المكان يعني مرة نايس، انا خزنت صراحة اشجار كثيرة. انا اتأكد برضو من طبعا هي اللعبة كذا يا شباب، هي اللعبة كذا، تأكد وتتفقد احوال الرعيه اول باول، ما تشوفهم شيء ناقصهم، وتكمل البناء والاستراتيجيات، تقوي منطقه تضعف منطقه الى اخره. طبعا طبعا هنا الواضح ان الوضع والله سيء، الوضع هنا nothing is stored inside. اوكي ليش كذا غريبه والله، ام عاد اللحم مخلص، سلامات والله الميت زيرو يا شباب. اوكي لا تقول لي، خليني اجيب والله صراحه الوضع مو كويس صراحه، هنا وضع خطير، خليني اشيل اللي في الكلي اللي هو محل الطين. قلت لكم لازم لازم يعني نعدي فتره الشتاء هذه على خير، وبعدين راح يكون الوضع تمام. ليش؟ لانه يستنزفون دبل، كل شيء دبل يعني، الوقود راح يكون دبل. شوفوا هنا اشتغل معي صراحة، ولكن بكل أسف ما أقدر يعني خليه يشتغل، خليه يرجع للصيد، لأنه الأكل راح يأكلون مرتين على دبل، الوقود راح يأخذونه على دبل. شوف حتى منطقة الصيد صايرة دبل ما شاء الله، يعني صاير في حيوانات كثيرة. طبعا شوفت عينكم حيوانات الحمد لله مليان، بس الصيادين ما في. والله يبغى لها تركيز صراحة، إذا ما ركزت على الإشارات الحيوية هذه تروح فيها. طبعا شوفوا زي الآن ما شاء الله الوقود امتلأ عندي مرة نايس صراحة، الدفا يعني موجود. هذه طبعا الويلز والزراعة هذه انسوا انسوا، في الشتاء ما راح تلاقي شيء، راح نركز على الوقود ونركز على الصيد والمؤونة والأكل، وما نبغى نتوسع في البناء بالوقت الحالي قد ما نبغى نطلع من الأزمة هذه صراحة.
والله عندي سرقات كثيرة والله يا شباب. شوف السرقات اللي جتني. ريسورس ستوني ريسورس. طبعا الريسورس اللي هو اعتقد ما اعتقد من حقي. اعتقد انه من الاشياء اللي في محميتي. اعتقد انه هنا بالمكان هذا قريبين. وينهم؟ ما ادري والله صراحة. وش الفائدة حتى لو لقيتهم يعني ما في اي فائدة صراحة. عموما اللعبة هذه راح اخليها فيها سلسلة يا شباب. اذا السلسلة ناسبتكم صراحة راح نكمل باذن الله تعالى مع بعض. وراح اتوسع اكيد 100% راح ابني الجيش. يعني مستحيل مستحيل دولة تقوم بدون جيش. واولا قبل الجيش لازم تكون قانون. لازم القانون قبل كل شيء. ولازم توفر الامان والمؤونة والاخرة. طبعا احنا وفرنا المؤونة. الامان ما راح يكتمل الا بالجيش. والجيش ما راح يضبط معك الا بالقانون يعني. فالقانون الان عندي 100% ما شاء الله. باقي للجيش بس. ان شاء الله الامور طيبة باذن الله تعالى. اللعبة والله صراحة اسطورية يا شباب. لعبة جديدة تم اطلاقها قريب. واللعبة ما زالت تحت الانشاء يعني. ما باقي بعد يعني طوروها بشكل كامل. المطور مرة شغوف يعني وده يسوي اشياء رائعة. بس للأسف يعني ما دعم اللغة العربية. دعم لغات كثيرة مرة اكثر من 9 لغات تقريبا. ولكن للأسف اللغة العربية ما كانت موجودة. واتمنى مستقبلا جميع المطورين للألعاب يهتموا باللغة العربية صراحة. انا بالنسبة لي صراحة اللغة الحمد لله طيبة. لكن لما تكون لغتك موجودة تحس بالفخر يعني. تحس انه في اهتمام فيك يعني. وهذا اللي احنا نبغاه صراحة. انا والله ودي اتوسع في المستوطنات. هذا طبعا البير تبعي. ولكن زي ما اقول لكم يعني ماني قادر اسوي شيء حاليا. خلينا نعدي فترة الشتاء على خير. يلا لا تنسوني من اللايك يا شباب والاشتراك في قناة الكل جديد. واشوفكم باقرب فيديو. انتبهوا على صحتكم. فمان الله. مع السلامة.